والمسرح والفنون. ولو لو معلش لو يكون الموضوع يعني كمكتب املاك دوله طبعا يعني مستعدين احنا، وطبعا شفتوا حتى السداد اللي معاكم ما عندناش مشكله، كلنا جاهزين. المجلس المحلي لمدينه الهلال سوف يوفر كل امكانياته وبما يستطيع لدعم مؤسسة المسرح وأملاك الدولة، وهو على استعداد لتلبيه جميع مطالب المنطقة مرة أخرى. وشكرا جزيلا. بارك الله فيك دكتور، لكم مشكورين على دعمكم ووقوفكم ان شاء الله. لابد ان نرحب بزميلنا وصديقنا الاستاذ عادل كسلر مدير مكتب الخيار المسرح، واستاذ الشعوب موجودة هي ببناء الدولة فعلا، وحل على بعض المواضيع التي العالقة في مدنهم، المسرح والفنون أو إدارة الأملاك. السلام فعلا للجميع يتمنى بكل. كان القرار هذا رقم 426 اللي هو الصادر عن طريق وزارة الحكم المحلي وصل لجميع البلديات من شهر 7، يعني عنده حوالي 17 شهور. هناك بالحقيقة أن في بعض الأجسام تتدخل في 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 اختصاصات املاك الدوله، وهذا مما سبب العرقله بيننا وبين الاملاك حتى نوصل فعلا للهدف. للاسف الشديد في البدايه كل الشكر والتقدير لاهالي العجلات والمجلس البلدي بالتحديد لرعايه هذا اللقاء اللي يعتبر اللقاء الاستثنائي بين مدراء فرع الساحل الغربي ومكاتبه وللهيئه العامه للخيارة والمسرح والفنون، وكذلك فرع املاك الدوله ومكاتبه للاجتماع التقابلي لحلحله بعض المواضيع العالقه في ما يخص الهيئه العامه للخيارة والمسرح والفنون، كذلك تفعيل قرار الصادر من المجلس الرئاسي 426 الذي ينص على دار العرض والمسارح، وكذلك البنية التحتية ما تخص الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون. نتمنى في اجتماعنا هذا بإذن الله أن نوثق هذا العمل وأن يكون على أرض الواقع بإذن الله، وسنكون بإذن الله متفاعلين متفاهمين. الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون وأملاك الدولة هم الاثنين خدمة للوطن والمواطن.